نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا هنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ومن أهمها، قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم اليتيم: لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية. أيضا من ضمن أهم الأخبار اللي حصلت، وزارة الداخلية قدمت هدايا للأطفال مجانا بمناسبة يوم اليتيم. كمان محافظ القاهرة شهد صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان نائبا عن الرئيس السيسي، ووزارة العمل أعلنت أن 10 عربيات متنقلة للتدريب المهني جاهزة للانطلاق للمحافظات. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أنه بمناسبة يوم اليتيم، قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لكل يتيم الحق في أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، ودورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض. فليكن كل منا عائلة لكل يتيم، نشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونرسم البسمة على وجوههم. كل عام وجميع أبناء مصر بخير. امبارح قامت وزارة الداخلية في إطار حرصها على المشاركة الإيجابية في الاحتفال بيوم اليتيم وتحديداً قطاع حقوق الإنسان، قام بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء، مع إهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. أيضاً وصلت مديريات الأمن تنظيم زيارات للأطفال الأيتام لأقسام المرور والحماية المدنية بمختلف مديريات الأمن لتعريف الأطفال الأيتام بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتعريفهم أيضاً بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية. امبارح شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم بحضور دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة ووزارة الأوقاف بمسجد السيدة زينب. تناولت خطبة الجمعة اللي ألقاها إمام وخطيب مسجد السيدة زينب زكاة الفطر وحق الله تعالى في المال. امبارح وصلت وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، فضلاً عن 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق للمحافظات. وتنفذ الوزارة خطط التدريب المهني بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك، وده على المهن اللي بيحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.